اختتم مستشفى خور فكان ورشة العمل التدريبية للكوادر العاملة في مستشفى خور فكان وكلباء والذيد، بالإضافة إلى مستشفى مركز الشرطة في الشارقة، ومركز النزوة الصحي، ومركز النحو الصحي، ومركزي الطب الوقائي في خور فكان والفجيرة، والصحة المدرسية في الفجيرة، لتنفيذ مبادرته كصديق للطفل، والذي يأتي في إطار حملة الشارقة إمارة صديقة للطفل، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف. طبعاً البرنامج هذا يأتي استكمالاً لمبادرة مستشفى خور فكان الذي قام فيها في عام 2014، وبأن يكون مستشفى خور فكان هو مستشفى صديق للطفل، وهذه السنة ستكون إعادة التقييم بعد مرور 3 سنوات على الحصول على الاعتماد، هو من الاعتماد من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف. طبعاً هذا البرنامج هو أو ورشة العمل تأتي لتأهيل وتدريب العاملين في المستشفى والمستشفيات المجاورة في كيفية التعامل مع الرضاع، مبادرة الرضاعة الطبيعية، وتنفيذ الخطوات العشر لتأهيل المستشفيات لأن تكون مستشفيات صديقة للطفل. استمرت الورشة لمدة 3 أيام من 14 وحتى 16 من الشهر الحالي. حصل مستشفى خور فكان في عام 2015 على لقب أول مستشفى صديق للأم في المنطقة الشرقية، وثاني مستشفى بعد مستشفى لطيفة في دبي من وزارة الصحة. الورشة تشمل كل شيء عن الرضاعة الطبيعية، أهميتها للأم، أهميتها للطفل، مضار الحليب الصناعي على الأطفال حديثي الولادة، تشمل الممارسات الطبية اللي تشجع الرضاعة الطبيعية في مستشفيات صديق الطفل. معنى صديق الطفل أن كل المستشفيات تكون صديق للطفل، يعني تمنع الممارسات الخاطئة، إنزين، مثل استخدام الحليب الصناعي، استخدام الملهيات، استخدام المراضع، تمنع الشركات بأنها تدخل المستشفيات وتسوي غسيل مخ للأم، تشجعها أن تستخدم الحليب الصناعي ويعطونها هدايا ويعطونها علب. فنحن المستشفى صديق الطفل تمنعها نهائيا، لكن مستشفى صديق الطفل ما معناته أنه ضد الحليب الصناعي كليا، لا، هناك أسباب طبية يستدعي استخدام الحليب الصناعي، أو أن اختيار الأم أحيانا يكون، فإحنا نعلم الأم تحضير الحليب الصناعي بطريقة صحية، بطريقة صح، بطريقة يعني جدا علمية حديثة. تهدف الورشة لتشجيع ودعم وتحفيز الأمهات على الرضاعة الطبيعية، إيمانا منها بأهمية الغذاء الطبيعي الذي يشكل الخطوة الأولى نحو جسم سليم وصحي ذات مناعة قوية. ركزت الورشة على تدريب الكوادر الصحية على ضرورة حماية الطفل من استخدام الحليب الصناعي من خلال تطبيق نظام تسويق بدائل حليب الأم، ومنع إدخال الحليب الصناعي للمستشفيات، ولتشجيع المؤسسات الصحية وأماكن العمل على تطبيق ممارسات صديقة للأم والطفل. نظم مركز التنمية الأسرية في قاعة نادي سيدات كلباء ضمن مبادرة ألفة محاضرة بعنوان الزواج جوهر لا مظهر، استهدفت فئة المتزوجين. قدمتها أمل بلهول مستشارة الشؤون المجتمعية بمؤسسة وطن الإمارات. تهدف المحاضرة إلى تثقيف المتزوجين وتوعيتهم بكيفية بناء أسرة مستقرة واعية، وتعزيز الثقافة الزوجية وترسيخ مبادئ التواصل الفعال بين الزوجين لمواجهة الخلافات التي تمر عليهما. طبعاً إن كذا مشاركة في مع مركز التنمية الأسرية في المنطقة الشرقية، الهدف منها نشر التوعية بالعلاقات الزوجية اللي هدفها الأساسي هو تخفيض نسبة الطلاق والعنوسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف التنمية المجتمعية، هو هدف من أهداف استراتيجية خطتنا الاستراتيجية في المؤسسة. هدفنا الأساسي هو التوعية بحيث أن يكون القرار قرار وطني
يستشرف الأهداف من رؤية 2021 قبل الزواج، أثناء الزواج، أثناء تربية الأبناء، أن نحن مش ماشين بطريقة عشوائية، نحن ماشين في زواجنا مع التنمية المستدامة للدولة. تضمنت المحاضرة محاور عديدة أهمها الفرق بين الرجل والمرأة وآليات الألفة، حقوق وواجبات الزوجين، مهارة إطفاء عواصف الحياة الزوجية والشؤون المالية ونمط الحياة الصحية، وركزت على تحقيق التوازن المالي للأسرة. نظم نادي خرفكان للمعاقين بالتعاون مع مركز خرفكان للفنون ورشة فن الخزف تمثلت في صناعة الأواني باستخدام مادة الطين، استهدفت المنتسبات للمركز. هدفت الورشة إلى تدريب المشاركات على كيفية التشكيل باستخدام الطين واكتشاف مواهبهن الفنية واستغلال أوقات فراغهن من خلال هذه الورش. اليوم ورشتنا عبارة عن ورشة الخزف، وهي التعاون مع مركز الفنون في خرفكان، مقصورة على الفتيات فقط. قاموا مجموعة من الفتيات بعمل نماذج من الخزف، وذلك بهدف تنمية جانبهم الحسي وتغذية وقت فراغ وتفريغ بعض الطاقات الموجودة لديهم. تعتبر اللجنة المجتمعية والثقافية من اللجان الأساسية في النادي بالتعاون مع المجتمع المحلي مؤسساته، والحمد لله احنا نقوم بعدة ورش سواء على الفترة الصباحية أو في فترة المسائية، وهذا اليوم كانت هذه الفترة المسائية مع الفتيات. تناولت مقدمة الورشة سمية عزيز شرحا نظريا وعمليا عن مكونات ومراحل صناعة الخزف وخطوات التطبيق، بدءا من اختيار الفكرة وصولا الى التصميم المطلوب. وانا سعيده اني اشارك في ورشه الزخرفه والاواني في النادي، فهي مشاركه حلوه يعني، فهو اول مشاركه تكون لي في الحال تكون في النادي حلوه يعني، مشاركه لعب بالطين وسوي اواني وزخرفه، وكان لي اول دور اني سويت جره صغيره وعدلت فيها، والحين الكابتن ياسر سوى لي اشياء بسيطه فيها، فهي مشاركة حلوة. فمشاركة يعني أشكر اللي يعني النادي ومساعدة كابتن شهيرة، هي اللي علمتني كيف أسوي الزخرفة مال الأواني. يعتبر فن الخزف من الفنون الجميلة التي تقبل عليه الفتيات لاعتباره وسيلة للتعبير عما يدور في فكرهن من إبداعات.
أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة 90% من الأعمال الإنشائية والتنفيذية من مشروع دار حضانة نموذجية بكلباء بتكلفة تقدر بحوالي 12 مليون درهم. تمتاز الحضانة بتصميمها المناسب الذي يتيح للهيئات العامة متابعة ما يدور في الحضانة ومراقبة الأطفال، إضافة إلى استيفاء الطابق لكافة الشروط الصحية من إضاءة وتهوية طبيعية. يأتي إنشاء الحضانة تأكيداً على حرص الدائرة على تنفيذ مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتوفير بيئة متكاملة للأطفال ومرافق تعليمية تعمل على تطوير المهارات الاجتماعية للأطفال ورعايتهم وإيجاد بيئة مطمئنة للأمهات العاملات تحقق لهن التوازن بين مهام عملهن ورعاية أبنائهن.